السلام عليكم ويعطيكم العافية يا شباب. اليوم جايب لكم عرض الأسبوع في بلاي ستيشن ستور السعودي أو العربي. طبعا عرض الأسبوع اللي هو على لعبة كراش، وفي طبعا تخفيضات ثانية تقدرون تشيكون عليها. عندكم تخفيضات اللي هي عند ديدلي ديسكاونت 60% تخفيضات، وعندكم لعبة بلاي ستيشن تخفيضات على بلاي ستيشن بلس، على بلاي ستيشن بلس وعلى ألعاب الديجيتال وإلى آخره. خلينا نشوف العرض حق اللي هو تخفيض 22% على لعبة كراش. نضغط عليها. راح نشوف، راح تنتهي اللعبة في تاريخ اللي هو 2/11/2017. طبعا انا شاري اللعبة من اول، فالتخفيض 22% صراحة ما ادري كم بيوصل، لكن يعني سعرها 35، يعني سعر معقول يعني. فتقدرون تشيكون عليها وتشوفون سعرها. يعني هذا عرض الاسبوع جدا ممتاز للناس اللي بيجربون كراش، او الناس المهتمين بشكل عام بالتروفيات يقدرون يحملون اللعبه ويشترونها. عرض الاسبوع هذا جدا كويس. وبس هذا عند اليوم. اتمنى تعجبكم، تسلوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناه. في امان الله.